ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم خلال الاجتماع تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المنظمة حيال القضايا المعروضة على جدول أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.